لو ما كانش زرع دول كانوا هيموتوا. نعم. كبد ما هياش يعني كده ممكن يقعد يغسل، ولكن طبعا جودة حياة أقل كثيرا من الزراعة. لكن الكبد، القلب، الرئة، ملوش بديل، مفيش حاجة بديلة زي الكلى مثلا. عشان كده أهمية اللي احنا نبتدي هذا البرنامج إن شاء الله، الكبد والكلى إلى حد ما بيجروا في مصر، لكن في زراعات لا تجرى 0% اللي هي مين؟ القلب والرئة، لأن دول ما ينفعش فيهم متبرع حي. وإن كان في برنامج لمتبرع الحي للرئة طموح جدا، هنبتدي في عين شمس قريب، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، لكن بقالنا سنتين بنعد ليه عشان نعمل متبرع رئة من حي إلى حي. المخاطر، ما أنا عندي الكبد بعمل يعني عضو غير العضو، مش كل أعضاء زي بعضها. الكبد لما بتعمل بتاخد نص الكبد، نص الكبد الآخر المتبقي عنده القدرة أنه ينمو، وينمو بسرعة في خلال أسبوع واحد ويقوم بالكفاءة كلها. الكلى لما بتاخد كلى عندك كلى تانية. إنما الرئة عملية خطيرة، وما تقدرش تشيل رئة كاملة من واحد سليم 100%، فهي بتتعملك بتشيل فص. انت عارف الرئه يمين او شمال او اليسرى عباره عن كذا فص، ما يعني ما هياش رئه يعني ما هياش عضو واحد يعني. فتقدر تشيل فص من من اي جزء من الرئه الشمال او اليمين، وفص تاني من مريض تاني، علشان ما تعرضش المتبرع اللي مخاطره كبيره. فبالتالي بتبقى شلت حاجه حته يعني قطعه صغيره من الرئه بتاعته، ومن رئه واحده والثانيه بتسيبها له سليمه 100%. وبتشيل من اثنين مرضى تحط اثنين متبرعين تزرع في مريض واحد. فيعني بتتكلم على ثلاث عمليات بالتوازي. لا، عمليه كبيره وبروجرام مش سهل. عندنا فريق لزراعه او لجراحات الصدر شباب اول مره، خلاص احنا هما هيبتدوا الشهر ده التحضير ليها على المرضى، لكن بقالهم سنتين في اليابان وفي السعوديه في مركز الملك فيصل، لان كنا عاملين شغل كويس قوي في الحته اللي انا عندهم متبرع متوفي، فعندهم هذه الخبرات كمان. وفي لا هنا متوفي ولا واحد على قيد الحياه؟ ايوه هنا ده على قيد الحياه، بس هم راحوا المراكز فيها ده وده عشان يكتسبوا الخبره، سواء كانوا جراحين او تخدير ورعايه مركزه، الفريق كله. عشان انا لما رحت اتعلمت زراعه الكبد ما رحتش عند متبرع حي، رحنا الاول متبرع متوفي، لان ده الاساس وبتكتسب الخبره. ولما حبينا نبتدي ده رحنا بقى اليابان عشان نشوف المتبرع الحي. فانت محتاج تشوف المدارك اكثر من مدرسه علشان قبل ما تبتدي برنامج معين. فبرنامج زراعه الرئه اللي ان شاء الله هيبدا قريبا من متبرع حي في عين شمس، يعني احنا بنبتدي واحنا يعني بندعي ربنا انه يوفقنا مع الفريق المعني. انما برنامج مش سهل، أصعب من الكبد وأصعب من الكلى. إلى أن إن شاء الله يمكن عقبال ما هم يبتدوا يكونوا متبرع متوفي ظاهر في مصر يمكن ما نحتاجلوش كتير، لكن هي تقنيات كلها محتاجينها. لأني هو ليه ظهر المتبرع حي في وجود برنامج ناجح جدا المتبرع متوفي في الغرب وفي اليابان وفي أستراليا وفي البلاد دي؟ ظهر لأن في احتياج، لا دم كفي ولا دم كفي، المرضى كتير جدا، فأنت محتاج كل التقنيات تمشي بالتوازي عشان تفي باحتياجات المرضى كلها.